انتقل إلى ضيفي من دبي إلهام لي الباحث في العلوم السياسية. سيد إلهام، يرى بعض المراقبين أن الهدف من هذه الزيارة هو إبقاء الأمور تحت السيطرة قبل الانتخابات الأمريكية، ما دلالات هذه الزيارة؟ نعم، أولا قبل كل شيء شكرا جزيلا للاستضافة وتحيات للمشاهدين والضيوف. في الحقيقة أرى أن هذه الزيارة الأهمية الرمزية لها أكبر من الأهمية الواقعية، وهناك سببين. أول شيء بالنسبة لزيارة جيك ساليفان إلى الصين، فمن الأفضل أن تكون هذه الزيارة مبكرة وليس قبل انتهاء الولاية الأولى والوحيد للرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الأبيض. وبالإضافة إلى ذلك، في الفترة الأخيرة لاحظنا أن هناك زيارة لوزير الخارجية الأمريكي بلينكن، وأيضا لوزير الخزانة الأمريكي إلى الصين، ولكن للأسف الشديد لم نرى هناك زيارة للمستشار للأمن شؤون الأمن لجو بايدن جيك ساليفان إلى الصين. وبالإضافة إلى ذلك، هناك حاجة لجو بايدن لترك وراثة تاريخية وسياسية للديمقراطيين، وخاصة للمرشحة لحزب الديمقراطية في الانتخابات الرئاسية بعد عدة أشهر للسيدة كامالا هاريس. ولكن في نفس الوقت، يعني إذا هناك رغبة حقيقية لجو بايدن للعلاقات الصينية، لتحسين العلاقات الصينية، أو على الأقل هناك اهتمام حقيقي لجو بايدن لتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، من اللازم أن يكون هناك اهتمام مبكر وليس قبل انتهاء الولاية كما قلت قبل قليل. وبالإضافة إلى ذلك، نحن لاحظنا أن هناك لقاء بين فخامة رئيس الصين شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن في سان فرانسيسكو في العام الماضي، ولكن للأسف شديد لم نرى أيضا هناك رغبة حقيقية لتنفيذ التفاهم أو التوافق بين رئيسين في السنة الماضية. لذلك لم نرى هناك إشارة لتحسين العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، أو حتى قبل هذه الزيارة هناك عقوبات جديدة على الشخصيات المهمة الصينية وأيضا شركات صينية. وهذا إجابة على سؤالك. يعني نعم، هناك أهمية طبعا للحفاظ على التواصل، وخاصة اللقاءات وجها لوجه، ولكن في نفس الوقت يعني لم نرى أي هناك إشارات لتحسين العلاقات بين عملاقتين في العالم.